هالو ليبي لايت بالكومنت ومعني بيوتيوب كانال، كيفكن؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا فيكم بالدرس 34 من كورس المحادثة باللغة الألمانية. بهيدا الكورس رح نتعلم كيف منركب جمل وكيف منحكي من غير ما نغوص بالقواعد وكل هيدي الأمور. وهلأ فيكن تعملوا شي تشربوه وتقعدوا بمكان رواق، وهلأ رح نبدأ. كلمة دوام كامل باللغة الألمانية Vollzeit. Vollzeit. رددوا معي Vollzeit. Vollzeit. بتتذكروا فعل يعمل باللغة الألمانية شو هو؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Arbeiten. رددوا معي Arbeiten. Arbeiten. طيب هلأ كيف منقول باللغة الألمانية أنا أعمل دوام كامل؟ صحيح، Ich arbeite Vollzeit. رددوا معي Ich arbeite Vollzeit. Ich arbeite Vollzeit. دوام جزئي باللغة الألمانية Teilzeit. رددوا معي Teilzeit. 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 كيف منقول باللغة الألمانية هي تعمل بدوام جزئي؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Sie arbeitet Teilzeit. رددوا معي. Sie arbeitet Teilzeit. Sie arbeitet Teilzeit. كلمة في الوقت الحالي باللغة الألمانية هي im Moment. رددوا معي im Moment. Im Moment. كيف منقول باللغة الألمانية في الوقت الحالي أعمل دوام جزئي؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Im Moment arbeite ich Teilzeit. رددوا معي Im Moment arbeite ich Teilzeit. Im Moment arbeite ich Teilzeit. إبنة صغيرة باللغة الألمانية Eine kleine Tochter. رددوا معي Eine kleine Tochter. Eine كلاينة تختة. تتذكروا كيف منقول كلمة لأن باللغة الألمانية؟ ممتاز. فايل. رددوا معي فايل. فايل. كيف منقول باللغة الألمانية لأن لدي ابنة صغيرة؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Weil ich eine kleine Tochter habe. رددوا معي. Weil ich eine kleine Tochter habe. Weil ich eine kleine Tochter habe. وهلأ كيف منقول في الوقت الحالي أعمل بدوام جزئي لأن لدي ابنة صغيرة؟ طبعا لازم تجاوبوا على هيدا السؤال، بس فيكن اذا بدكن توقفوا الفيديو وتجاوبوا على راحتكن. ممتاز. منقول im Moment arbeite ich Teilzeit weil ich eine kleine Tochter habe. رددوا معي im Moment arbeite ich Teilzeit weil ich eine kleine Tochter habe. بس هون في ملاحظة كتير رح تهمكن، إذا ما كتير بتعرفوا تتعاملوا مع فايل رح أعطيكن يعني هيك ملاحظة كتير رح تفيدكن. نحن عنا الجملة هي مثلا ich habe eine kleine Tochter. أوكي؟ هون إذا بدنا نحط نحنا فايل شو بنعمل؟ بنحط أول شيء فايل بالمرتبة الأولى، أوكي؟
وهون الجملة صارت عنا بهذه الطريقة. هلا شو بنعمل؟ بناخد الفعل من المرتبة الثانية وبنحطه بآخر الجملة وبنترك الجملة انه كلها مثل ما هي. فهون شو صار عنا؟ weil ich eine kleine Tochter habe. شفتوا؟ ما في اسهل من هيك. بس يلي عملناه هو انه حطينا الفعل بآخر الجملة وحطينا انه weil بأول الجملة. بس هيك، ما في اسهل. كلمة إضاعة الوقت باللغة الألمانية هي Zeit verschwenden. رددوا معي: Zeit verschwenden. Zeit verschwenden. هو يضيع وقتي باللغة الألمانية. verschwendet meine Zeit. رددوا معي: verschwendet meine Zeit. verschwendet meine Zeit. كيف منقول هي تضيع وقتي؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Sie verschwendet meine Zeit. رددوا معي. Sie verschwendet meine Zeit. عبارة لقد ضيعت وقتي باللغة الألمانية منقول Ich habe meine Zeit verschwendet. رددوا معي. Ich habe meine Zeit verschwendet. طبعا هيدي الجملة بالماضي، يعني أنا ضيعت وقتي. كيف منقول باللغة الألمانية ليس لدي وقت؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. Ich habe keine Zeit. رددوا معي. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. فعل يتسوق باللغة الألمانية هو einkaufen. رددوا معي. einkaufen. einkaufen. كيف منقول باللغة الألمانية يجب علي الذهاب للتسوق؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. منقول Ich muss einkaufen gehen. رددوا معي. Ich muss einkaufen gehen. بصوت أعلى. Ich muss einkaufen gehen. يعني يجب علي الذهاب للتسوق. وهلأ كيف منقول ليس لدي وقت لأن يجب علي الذهاب للتسوق؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. منقول Ich habe keine Zeit, weil ich einkaufen gehen muss. رددوا معي. Ich habe keine Zeit, weil ich einkaufen gehen muss. Ich habe keine Zeit, weil ich einkaufen gehen muss. وهلا انتو اكيد عم تسألوا كيف حطينا weil مع هيدي الجملة. نحن عنا الجملة الأساسية هي Ich muss einkaufen gehen، يعني يجب علي الذهاب للتسوق. هلأ هيدي الجملة إذا نحن بدنا نحط لها weil شو بنعمل؟ بنحط أول شيء weil بأول الجملة وبناخد الفعل من المرتبة الثانية اللي هو muss وبنحطه بآخر الجملة. بس هيك بتطلع عنا الجملة كاملة ومية بالمية صحيحة. كيف منقول باللغة الألمانية أليكس لا يعمل؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. أليكس arbeitet nicht. رددوا معي. أليكس arbeitet nicht. أليكس arbeitet nicht. عبارة هو مريض باللغة الألمانية هي ist krank. رددوا معي. ist krank. ist krank. طيب وهلأ كيف منقول أليكس لا يعمل لأنه مريض؟ حاولوا جاوبوا. ممتاز. منقول أليكس arbeitet nicht weil krank ist. رددوا معي. أليكس arbeitet nicht weil krank ist. وهون كيف استعملنا weil بالجملة؟ الجملة الأساسية عندنا هي
Er ist krank, يعني هو مريض. إذا ضفنا هلأ فايل بنحطها أول شي بأول الجملة، وطبعا الفعل بنقيمه من المرتبة الثانية وبنحطه بآخر الجملة، فبتصير عنا الجملة فايل er krank ist. طبعا ما في أسهل من هيك. وهلأ رح نتذكر كل الكلمات والعبارات يلي مرقوا اليوم معنا بالدرس. وأول شي كان عنا Vollzeit يعني دوام كامل. Vollzeit، رددوا معي Vollzeit. Vollzeit. وكمان أخذنا Teilzeit يعني دوام جزئي، رددوا معي Teilzeit. Teilzeit. وأخذنا Im Moment يعني في الوقت الحالي، رددوا معي Im Moment. Im Moment. وأخذنا ابنة صغيرة Eine kleine Tochter، رددوا معي Eine kleine Tochter. Eine kleine Tochter. وأخذنا Zeit verschwenden يعني إضاعة الوقت، Zeit verschwenden. Zeit verschwenden. وهلأ صار وقت السؤال يلي انتو لازم تجاوبوا عليه بتعليقات درسنا لليوم. وسؤال اليوم عنا كيف منقول ليس لدي وقت لأن يجب علي الذهاب للتسوق. طبعا اكتبوا لي الإجابة الصحيحة بالتعليقات وأنا رح شوف كلكم شو عم تكتبوا. وبهيك بيكون خلص درسنا لليوم. أنا بنصحكم لحتى تحفظوا هيدا الدرس فيكن تسمعوا أكتر من مرة، مثلا أنتوا عم تمشوا عم تشتغلوا أو عم تعملوا أي شيء فيكن تحطوا سماعات وتسمعوا أكتر من مرة. بهيدا الطريقة رح تحفظوه بأسرع وقت. وأكيد إذا عجبكم درس اليوم ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم كل شيء جديد أنا بنزله. وبشوفكم بالدرس الجاي. تشاو.